السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض طريقه تنظيف الممبار. شايفين عامل ازاي؟ زي الفل معايا، بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هياخد مننا وقت خالص. يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه معايا كيلو من الممبار زي ما انتم ما شايفين كده، وبيبقى فيه نسبه دهون من جوه، طبعا هنشيلها بس مش كلها، يعني نحاول نشيل كده جزء منها ونسيب جزء، لان بيبقى طعمه حلو جدا لما تيجي بقى تستلق وبعد كده يتحمر. وهاخده بقى طبعا عايزين نقلبه، فانا قطعته بالشكل ده يعني تبقى صغيره كده معايا عشان نعرف نقلبها كويس. هاجي بقى تحت الحنفيه كده عشان نقلبه، والخطوه ديت سهله جدا، يعني يمكن اسهل حاجه لقلب الممبار. بتجيبي كده الممبار تقلبيه وبتقومي مدخله فيه الميه كده، شايفين بقى بيتقلب بسهوله ازاي؟ كده اتقلب معايا، هقلبه بقى كله بالشكل ده. كده بقى بعد ما قلبت الممبار كله بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين، وطبعا سايبه نسبه الدهون فيه، والدهون بتبقى من جوه مش من بره زي ما انتم ما شايفين كده. عايزين بقى نشيل طبعا الزفاره اللي بتبقى في الممبار وننضفه بطريقه سهله وما تتعبناش ومن غير مجهود خالص. هنعمل بقى ايه؟ عندي كيس بيكنج باودر، وعندي كمان معلقتين من الدقيق، الدقيق ديت عشان ريحه زفاره الممبار، وعندي كمان ربع كوبايه خل. هضيف بقى كيس البيكنج باودر، وهضيف كمان معلقتين الدقيق. وهضيف كمان ربع كوباية الخل، خل ابيض بتاعنا العادي. وهقلب بقى كله كده مع بعض، وهسيبهم بقى يعني لمدة ساعة كده في الخلطة بقى اللي احنا حاطينها دي. نقلب بس كويس جدا كده عشان البيكنج باودر والخل يخشوا جوه بعض كده. كده شكله معايا بعد ساعة، شايفين بقى عامل ازاي؟ هاخده بقى تحت الحنفية كده وهغسله كويس جدا، هغسله بقى غسلة حلوة جدا. شايفين بقى عامل ازاي معايا؟ كده بعد ما غسلته معايا زي ما انتم شايفين كده، هجيب بقى عندي المشبك، وهجيب طبعا الحته اللي هي بتبقى في النص دي، وهحط عليها الحرف بتاع الممبار اهي بالشكل ده، وهضغط بقى على المشبك كده واشد من هنا. شايفين بقى بتطلع معايا بسهوله ازاي؟ نشد قوي، شايفين بقى نزل لي كل اللي في الممبار، شايفين بقى عامل ازاي؟ والممبار معايا نضف وبقى جميل جدا. هعمل بقى انا بقيه الكميه بالشكل ده. كده خلصت معايا الكميه كلها، شايفين بقى المشبك عمل لنا ايه؟ طبعا نضف لنا الممبار، شايفين طالع قد ايه معايا؟ حلو جدا، يعني طريقه المشبك في تنظيف الممبار حلوه جدا وما بتاخدش مننا وقت خالص ولا مجهود، يعني نضف لنا الممبار في اقل من 5 دقايق، احسن من السكينه بقى ونقعد نحك بالسكينه والكلام ده خالص. هاخد بقى الممبار واغسله كويس جدا تحت الحنفيه. كده بعد ما غسلته بقى زي الفل معايا، شايفين بقى عامل ازاي؟ ما عملناش اي مجهود فيه وبقى زي الفل معايا. عندي بقى هنا ميه، وهحط معلقتين كبار من الملح، وهضيف ربع كوباية خل كده، وهضيف كمان ليمونتين هعصرهم كده في المية، وهسيب كمان القشر، وهقلبهم بقى كويس جدا، وهنزل فيهم الممبار. دي اخر مرحلة معايا في تنظيف الممبار، هسيبهم بقى كده ربع ساعة بس مش اكتر من كده. كده بقى بعد ربع ساعة، شايفين بقى عامل ازاي؟ زي الفل معايا. هاخده بقى تحت الحنفية هغسله كويس جدا. كده بعد ما غسلته بقى تحت الحنفية، شايفين بقى عامل ازاي؟ جربوا بقى الطريقة ديت وهتعجبكم جدا، من غير بقى ريحة زفارة، ونضفناه بكل سهولة بالمشبك اهو، جميل جدا. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم جدا، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.